بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة من على موقع فرانس 24. كما نلاحظ نوفو ريكورد دو ديتوني دون لي بريزون فرونسيز توجور سور بيبلي. إذا نوفو ريكورد كما نقول رقم قياسي جديد، ريكورد مقصود برقم قياسي، نوفو ريكورد دو ديتوني إذا للمحتجزين، رقم قياسي للمحتجزين. أحيانا نتكلم على الفيرب ديتونير، ديتونير كما نقول احتجز. نوفو ريكورد دو ديتوني إذا نتكلم عن رقم قياسي جديد للمحتجزين دون دي بريزون فرونسيز في سجون فرنسية توجور سور بوبلي دائما مكتظة، دائما أنها مكتظة. إذا نتكلم عن سجون فرنسية أنها تفوق طاقتها الاستيعابية من حيث النزلاء. La population carcérale a atteint un nouveau record en avril avec plus de 73 000 prisonniers après trois mois consécutifs de hausse du nombre de détenus dans les prisons françaises. La population carcérale, كلمة carcérale, كما نقول سجنية. La population carcérale إذا نتكلم عن الساكنة السجنية إن صح التعبير، نتكلم هنا عن النزلاء بالسجون. أتان، طبعا هنا عندنا لو فيرب أتاندر، عندنا هنا لو فيرب أتاندر يعني وصل إلى. لا بوبيلاسيون كارسيرال أتا أن نوفو ريكور أون أفريل، إذا الساكنة السجنية أنها وصلت أن نوفو ريكور، إذا هي وصلت إلى رقم قياسي جديد أون أفريل في شهر أبريل. avec plus de 73,000 prisonniers، إذا طبعا هي وصلت إلى رقم قياسي جديد بأكثر من 73,000 سجين. après trois mois consécutifs de hausse du nombre de détenus dans les prisons françaises، إذا بعد 3 أشهر متتالية. après trois mois consécutifs، إذا بعد 3 أشهر متوالية أو متتالية. دو هوز دو نومبر دو ديتوني، تنتكلمو على 3 أشهر من الارتفاع في عدد المحتجزين، يعني كل شهر تيجي إلا ويتفوق على الذي قبله. إذا نتكلم هنا عن 3 أشهر متتالية، وهي تعريف ارتفاع عدد المحتجزين دون لي بريزون فرونسيز في السجون الفرنسية. إذا كما عندنا هنا avec 73,080 détenus au 1er avril مع 73,080 من المحتجزين au 1er avril مع بداية شهر أبريل un nouveau pic. إذا نتكلم عن ارتفاع جديد، بيك تنقصد بها ذاك الارتفاع اللي تتمثل على الرسم البياني، تتبين لنا واحد النقطة اللي فيها أعلى ارتفاع un nouveau pic historique. إذا نتكلم عن ارتفاع جديد كما نقول تاريخي a été atteint والذي تم الوصول إليه دون لي بريزون فرونسيز في السجون الفرنسية. accentuant encore la surpopulation carcérale et la pression sur l'exécutif pour tenter d'y remédier. هاد الرقم بهذا الشكل accentuant، كما نقول أنه زاد من حدة، أنه زاد من حدة. طبعا هنا تنتكلمو على الفيرب accentuer، كما نقول زاد من حدة. accentuant encore la surpopulation carcérale، la surpopulation في زيادة الاكتظاظ، كارسيرال السجني في زيادة الاكتظاظ السجني، et la pression ثم أنه قام بالزيادة في الضغط sur l'exécutif على التنفيذية pour tenter d'y remédier. l'exécutif كما نقول التنفيذية، نتكلم هنا عن السلطة التنفيذية، إذا نتكلم عن الأمن وكل المؤسسات التي لها علاقة مباشرة بهاد النزلاء. إلا بريسيون سور ليكزيكيتيف، ثم هناك ضغط على التنفيذية، نتكلم عن السلطة التنفيذية. بور تونتي دي غوميدي، تونتي من أجل محاولة، دي غوميدي من أجل النقص من حدة هذا الاكتظاظ. لو بريسيدون بيك، إذا نتكلم عن الارتفاع السابق اون ديسمبر 2022 في نهاية السنة 2022 أتي دو 72,836 ديتوني، إذا هو كان في حوالي 72,000
836 détenus muhtajazan. Leur nombre avait légèrement baissé en janvier avant de repartir à la hausse en février. Idan taban, leur nombre avait légèrement baissé. Idan taban adad had nuzala annahu anna naqasa bishakl khafif en janvier, yani fi bidayat as-sana, fi ash-shahr al-awwal min as-sana avant de repartir. Idan huwa nazala قبل أن ينطلق مرة أخرى avant de repartir قبل أن ينطلق مرة أخرى على هوس في الارتفاع. إذن طبعا هاد الاكتضاد أنه نقص فقط في شهر واحد ثم بعد هذا أنه انطلق في الارتفاع أنه ارتفع مرة أخرى en février في شهر 2. Les prisons françaises comptaient au 1er avril 60.899 places opérationnelles. Les prisons françaises comptaient au 1er avril. السجون الفرنسية comptaient. كما نقول أن كانت تعد. أن كانت تعد. المقصود بأن كانت تتضمن عددا. Au 1er avril. في بداية شهر أبريل. شهر أربعة. 60.899 places opérationnelles. إلى أن كانت تعد 60.899 مكان opérationnel. يعني عملي. إذا نتكلم عن هذا العدد أنه عملي أنه موجود avec 73.080 détenus من حيث الأمكنة الموجودة طبعا عمليا 60.899 مكانا لكنها مقابل هذه الأمكنة avec 73.080 détenus هناك 73.080 محتجزا يتقاسمون هذه الأمكنة. إذا هناك زيادة كما نلاحظ لا دونسيتي كارسيرال جلوبال اي دو 120%. إذا طبعا نتكلم عن الكثافة السجنية العامة إن صح التعبير اي دو 120% هي 120% كونتر 117.1% مقابل 117.1% إلي أنو. كما نقول هناك سنة المقصود منذ سنة. إذا في سنة 2022 كانت الكثافة هي 117.1% أما الآن فالكثافة هي 120% بزيادات حوالي 3 نقاط. Avec 73.080 détenus, la densité carcérale globale est de 120% contre 117.1% il y a un an et 118.7% le 1er mars. ثم في حدود الأول من شهر مارس كانت النسبة نسبة الكثافة هي 118.7. إذا كما نلاحظ هناك زيادة كلما تقدم الوقت. لوطو دوكيباسيون أتمام 142.2%. إذا لوطو دوكيباسيون كما نقول هنا معدل استيطان. إذا نتكلم عن معدل وجود السجناء بالسجن أتمام أن وصل أكثر من هذا 142.2% 142.2% 142.2% dans les maisons d'arrêt. Comme on a dit, les manazils à Taukif sont incarcérés, les détenus en attente du jugement. حيث يتم اعتقال الموقوفين إن صح التعبير en attente du jugement يعني في انتظار محاكمتهم. إذا طبعا نتكلم عن هاد الأماكن قبل أن يلجوا إلى السجن بعد المحاكمة. إذن في هذه المناطق طبعا تصل الكثافة إلى 142.2%. إذن هناك زيادة أكبر من السابق كما نلاحظ. et donc présumé innocent مادام هؤلاء المحتجزون أنهم لم يحاكموا أنهم تبقوا أبرياء إلى حدود محاكمتهم طبعا والحكم عليهم. ثم نتكلم عن أشخاص السكوندري وأولئك المحكومين أدو كورت بين بعقوبات قصيرة كما نقول بمدات قصيرة. ثم عندنا في هذا العنوان كما نلاحظ une situation qui ne cesse d'empirer طبعا نقول عن شيء بأنه بيغ يعني أنه سيء. هنا نتكلم عن une situation qui ne cesse d'empirer. إذا نتكلم عن وضعية كينوسيس التي لا تتوقف دومبيغي. إذن هي لا تتوقف عن الازدياد سوءا. إذن طبعا هذه نظرة
عن حالة السجون الفرنسية في هذه الفترة طبعا التي نعيشها. إذا نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل، وإلى لقاء قادم بإذن الله.